الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد واله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين باب اخر من ابواب كتاب الكافي الشريف باب نادر في حال الغيبه عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أنه قال: "أقرب ما يكون العباد من الله جل ذكره، وأرضى ما يكون عنهم إذا فقدوا حجة الله جل وعز، ولم يظهر لهم، ولم يعلموا مكانه، وهم في ذلك يعلمون أنه لم تبطل حجة الله جل ذكره، ولا ميثاقه فعندها فتوقعوا الفرج صباحا ومساء فإن أشد ما يكون غضب الله على أعدائه إذا افتقدوا حجته ولم يظهر لهم وقد علم أن أولياءه لا يرتابون ولو علم أنهم يرتابون ما غيب حجته عنهم طرفة عين ولا يكون ذلك الا على راس شرار الناس هذا الحديث الشريف عن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام يتضمن ثلاثه امور الامر الاول ان الانسان اذا حافظ على دينه ويقينه رغم الظروف الصعبة، فإن هذا الإنسان يكون في أقرب حالاته إلى الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يكون أرضى عنه، يعني أكثر رضا عنه. ورضا الله سبحانه وتعالى بمعنى ثوابه وقربه المعنوي. هذا الامر الاول الامر الثاني ان زمان الغيبه وفي وقتها يشتد غضب الله سبحانه وتعالى على اعدائه لانهم سبب الغيبه وسبب حرمان الناس من البركات الظاهريه ل الإمام عليه السلام. وأما الأمر الثالث، هو أن الغيبة لا تكون سببًا لارتياب المؤمنين. ولو كانت سببًا للارتياب لما قدرها الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى حجته بالغة. وقل فلله الحجة البالغة. فالادله والبراهين كافيه لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد وانما يرتاب المبطلون وهذا لا يضر بل هو امتحان للجميع هذا حاصل ما في هذا الحديث الشريف اما بالنسبه الى الامر الاول حيث يقول الامام الصادق اقرب ما يكون العباد من الله جل ذكره وارضى ما يكون عنهم اذا افتقدوا حجه الله عز وجل ولم يظهر لهم ولم يعلموا مكانه هنا الإمام الصادق يبين مسائل منها أن الإنسان حينما يكون متمسكا بدينه اعتقادا وعملا، هذا الإنسان له قرب إلى الله سبحانه وتعالى، طبعا هذا القرب ليس قربا مكانيا لأن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم فإذا لم يكن جسما لم يكن في مكان فلذا القرب المكاني سالب بانتفاء الموضوع على أجسام بعضها تكون قريبة من بعض أو بعيدة عن بعض لأنها أجسام عندما تلاحظ نسبة جسم مع جسم آخر تلاحظ المسافه بينهما هل المسافه طويله تقول هذا بعيد عن هذا او المسافه قريبه تقول هذا قريب عن هذا لكن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم فليس في مكان لان المكان مخلوق لله ايضا ولا يعقل ان يحيط المخلوق بالخالق المكان الله خالقه زين، يعقل أن يكون المكان يحيط بالخالق؟ كلا، بل الله سبحانه وتعالى هو المحيط بكل شيء علما وقدرة. فإذا لم يكن في مكان فنسبته إلى الأشياء سواء، هو الخالق وهي المخلوقات. القريب والبعيد بالنسبة إليه سواء، محيط بها علما وقدرة. فالقرب إلى الله قرب معنوي. يعني مثلاً، الآن نمثل مثال، شخص من الأشخاص، إلى صداقة وعلاقة ومحبة مع مثلاً أمير من الأمراء، مع رئيس من الرؤساء، مع عالم من العلماء، يمكن أحدهما في شرق الأرض والآخر في غرب الأرض. ولكن نقول فلان قريب الى فلان. لماذا؟ لانه نقصد ان المحبه والعلاقه بينهما موجوده. فليس قربا مكانيا وانما قرب معنوي بالمحبه والعلاقه والارتباط والتاثير وما الى ذلك. اولياء الله سبحانه وتعالى هؤلاء قريبون إلى الله، ليس قربا مكانيا، وإنما بالولاية، لأن الله سبحانه وتعالى يحبهم فيثيبهم، وهم يحبون الله سبحانه وتعالى فيطيعونه، فبينهما قرب معنوي. هذا إذا الإنسان كانت عقيدته سليمة، وكان عمله صحيحا. أما إذا العقيدة كانت فاسدة، والعمل كان باطلا فحينئذ لا يوجد ذلك القرب المعنوي بين الله سبحانه وتعالى وبين هذا العبد فلذا يكون بعيدا عن الله سبحانه وتعالى محجوبا عنه بعد ايضا معنوي الله سبحانه وتعالى يختبر الناس باختبارات، واحيانا تكون هذه الامتحانات صعبة. إذا محبة هذا الانسان وعقيدته بالله سبحانه وتعالى تكون قوية وثابتة لا يتزلزل. الجبال الرواسي تتزلزل، وهذا المؤمن لا يتزلزل. فلذا يكون أقرب إلى الله. لأن القرب إلى الله سبحانه وتعالى أيضا درجات. اكو واحد مثل رسول الله صلى الله عليه واله هو أقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى. واكو واحد مؤمن عادي مؤمن لكن مؤمن عادي من المؤمنين العاديين. عقيدته سليمة وعمله صحيح. هذا أيضاً قريب إلى الله. لكن الرسول صلى الله عليه واله قربه إلى الله سبحانه وتعالى أشد. زين الآن عندنا مؤمنون مؤمنون في زمان الحضور وفي زمان الغيبه في زمان الغيبه الانسان ما يشوف الامام الامام ما يظهر له لا يعلم مكان الامام الشبهات تحيط من كل جانب شبهات في التوحيد اكو ناس الآن يثيرون شبهات يلبسوها بقالب علمي يروجون للإلحاد. يوجد ناس يروجون لتكذيب الأنبياء. يوجد ناس يروجون لنفي الإمامة. يوجد ناس يروجون لعدم وجود الإمام المهدي. عجل الله تعالى فرجه الشريف وناس يثيرون الشبهات في الاحكام، تشوف الشبهات من كل مكان. زين الانسان اذا كان ايمانه قويا هذا ما يتاثر بهذه الشبهات لان الحجه تامه وبالغه. فهذا الانسان في الامتحان الصعب قد فقد ولي الله والشبهات من كل مكان. تترى محافظ إيمانك الجبل الراسي هذا أقرب حالات المؤمنين إلى الله سبحانه وتعالى أقرب ما يكون العباد من الله جل ذكره هذا من جهتهم وأرضى ما يكون عنهم رضا الله سبحانه وتعالى ثوابه لأن الله سبحانه وتعالى ليس محلا للحوادث وليست له كيفيات نفسي نفسانية ككيفياتنا. احنا رضانا حالة نفسية. غضبنا حالة نفسية. هذه كيفيات نفسية تتغير. لكن الله سبحانه وتعالى أجل من أن تكون له كيفيات نفسانية، هذه مرتبطة بالمخلوقات. وأجل من أن يتغير، لأنه لا تغير في ذات الله سبحانه وتعالى. فرضاه فعله بالثواب وغضبه فعله بالعقاب فارضى ما يكون عنهم يعني يثيبهم ثوابا جزيلا كثيرا اكثر من الثواب الذي يفيضه على المؤمنين في سائر الحالات زين اقربيتهم الى الله وارضى وكون الله سبحانه وتعالى ارضى عنهم متى؟ إذا افتقدوا حجة الله عز وجل، حتى واحد لا يتوهم أن هذا الافتقاد بالموت، يقول ولم يظهر لهم، ولم يعلموا مكانه، أحيانا واحد لم يظهر لك لكن تعلم مكانه، فلان في السجن، ما تقدر توصل له، بس تعلم مكانه. فلان في داره معتزل تعلم مكانه ولو انك لا تراه لانك لانه لا يظهر لك لكن اذا اجتمعت هذه الامور الثلاثه انت مفتقده هو هم يظهر لك وانت ما تعلم مكانه في هذه الحاله الانسان يحافظ على ايمانه هذه حاله من السمو والرقي الديني والعقلي لهذا الانسان، فلذلك يكون اقرب الى الله، ولذلك الله سبحانه وتعالى يكون ارضى عنه. وهم في ذلك يعني في هذه الحالة الشديدة يعلمون انه لم تبطل حجة الله جل ذكره ولا ميثاقه، لأن الله يقول قل فلله الحجة البالغة. والله سبحانه وتعالى أخذ العهود الشديدة من الناس، إما في عالم الذر، أخذ العهود الشديدة، في أحاديث عالم الذر، أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس أجمع، وجمعهم في صعيد واحد في عالم الذر، كانوا كالذر، ثم وجه إليهم هذا السؤال. ألست بربكم؟ قالوا بلى. جعل التوحيد في فطرة كل انسان، لذا كل الناس قالوا بلى، ماكو انسان لا توجد في فطرته معرفة الله والعلم به سبحانه وتعالى. فطرة الله التي فطر الناس عليها. ثم عرض عليهم النبوة والامامة. فقبلها بعض ولم يقبلها البعض الاخر، ليست كالتوحيد التوحيد قبلها الجميع لان الله سبحانه وتعالى ركبه في فطرتهم، اما بالنسبه الى النبوه والامامه الله لم يركبها في فطرتهم، وانما عرض عليهم فقبل من قبل 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 ورفض من رفض. الذين قبلوا الله سبحانه وتعالى أخذ عليهم الميثاق في ذلك الوقت في هذه الدنيا أيضا يسيرون على ذلك الميثاق باختيارهم طبعا ماكو إجبار هذا مثل ما أنت في الصف الأول الابتدائي تعلم طلبة المدرسة أمورا بعدين في صفوف لاحقة انت ما تجبرهم ان حينما يكتبون ورقه الامتحان ما تعلموه يكتبوه، بس هو ما دام قد تعلمه في الصف الثاني، الثالث، الرابع ما تعلمه في الصف الاول لا ينساه يستمر عليه. وهم يعلمون انه لم تبطل حجه الله، حجه الله جل ذكره ولا ميثاقه، في آية الله يقول: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ان لا يقولوا على الله الا الحق. فعندها فتوقعوا الفرج صباحا ومساء. هذا بيان لحقيقه. الحقيقه انه لا يكون ملك اهل البيت عليهم الصلاه والسلام ولا يكون حكمهم الظاهر على الناس الا بعد الغيبه. ما دام الغيبة لم تتحقق فلا تتوقعوا ملك اهل البيت عليهم السلام، الله سبحانه وتعالى تشريعا جعل السلطة للأئمة عليهم الصلاة والسلام، لذا بني أمية لذا بنو أمية وبنو العباس كانوا غاصبين، لأن الله سبحانه وتعالى الذي هو مالك كل شيء قد شرع السلطة لهم افرض مثل بلا تشبيه مثل رئيس ينتخب بانتخابات ديمقراطية ثم يجي واحد عسكري يقوم بانقلاب ضد هذا الرئيس المنتخب شنو الناس يقولون؟ يقولون الرئيس الشرعي هذا الرئيس الذي انتخبه الناس اما هذا الذي قام بالانقلاب العسكري بقوة الدبابة فهذا رئيس غير شرعي الله سبحانه وتعالى جعل السلطة للأئمة عليهم الصلاة والسلام بعد رسول الله، فبنو أمية وبنو العباس وغيرهم من الحكام هؤلاء كانوا غاصبين هذا تشريعا، وأما تكوينا فالله سبحانه وتعالى قدر أن يكون ملك أهل البيت العام لكل الكرة الأرضية بعد الغيبة. فلذا في زمن الإمام الصادق لا تتوقع أنه يقوم ملك أهل البيت. في زمن الإمام الكاظم لا تتوقع ذلك. في زمن الإمام الرضا لا تتوقع ذلك. في زمن الإمام العسكري لا تتوقع ذلك. متى توقع ذلك؟ حينما تحدث الغيبة. فلذا فيها الخير والبركة لمن ألقى السمع. لمن كان له قلب، صحيح ان الغيبه هي بسبب سوء عمل الناس من المخالفين والمؤالفين، المخالفون ارادوا قتل الامام، وقد اثبتوا انهم يفعلون ذلك لانه قتلوا اباءه بالسيف او بالسم. واما المؤلفون فاكثرهم خذلوا الائمه عليهم الصلاه والسلام وخذلوا الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فلذلك الله سبحانه وتعالى قدر الغيبه ومن بعد الغيبه سيكون الفرج العام فعندها يعني عند حدوث الغيبه فتوقعوا الفرج صباحا ومساء لأن فهو في الحديث الشريف إن الله يصلح أمر المهدي في ليلة متى يظهر الإمام المهدي لا نعلم طبعا هذا بين قوسين عندنا أحاديث كثيرة كذب الوقاتون واحد يجي يقول الآن زمان الظهور هل يوم الإمام يظهر هذه الجمعة يظهر هذا الأسبوع يظهر هذا رجم بالغيب إحنا ما ندري أن الإمام المهدي في هذا اليوم يظهر، أو بعد أسبوع يظهر، أو بعد سنة يظهر، أو بعد عشر سنوات يظهر، أو بعد خمسمائة سنة يظهر، أو بعد ألف سنة يظهر، لا نعلم. هذا الأمر الله سبحانه وتعالى أخفاه عنا. لكن نحن نتوقع، لأنه نعلم بصدق الله سبحانه وتعالى. ونعلم بصدق أوليائه رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام فهم قالوا إن الله سبحانه وتعالى سيظهر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وأنه يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئ ظلما وجورا في يا زمان ما ندري زماننا لا نعلم زمان اللي بعدنا لا نعلم لكننا نرجو من الله سبحانه وتعالى وندعوه ان يجعل ذلك في زماننا لنكون من انصار الامام عليه الصلاه والسلام لذا الامام يقول اذا حدثت الغيبه فتوقعوا الفرج صباحا ومساء لذا الذين كانوا قبل الف سنه هؤلاء كان عليهم ان يتوقعوا الفرج احنا الان علينا ان نتوقع الفرج واذا الله سبحانه وتعالى مشيئته شيء اخر واخر الفرج إلى زمان غير معلوم، الأجيال اللاحقة أيضاً لازم تتوقع الفرج، فتوقعنا للفرج كتوقع الماضين، وكتوقع الأجيال اللاحقة إذا لم يتحقق الفرج في زماننا. فإن أشد ما يكون غضب الله على أعدائه إذا افتقدوا حجته ولم يظهر لهم. من جهة الإمام الصادق يبين: أنه أقرب حالات المؤمنين إلى الله سبحانه وتعالى أن حفاظهم على دينهم في زمن الغيبة. في المقابل أشد غضب الرب سبحانه وتعالى على أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء الأئمة عليهم الصلاة والسلام أيضا في زمن الغيبة. لماذا؟ لأن هؤلاء الأعداء هم السبب الأساسي للغيبة. صحيح خذلان المؤمنين من أسباب الغيبة، لكن السبب الأساسي الأعداء، لأن الله سبحانه وتعالى نصب قبل الإمام المهدي 11 إمام، من أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إلى الإمام العسكري. والرسول دعا قال: واخذل من خذله. اشوف جميع الأئمة اضطهدوا الظالمون اضطهدوهم سلبوهم حقوقهم قتلوهم حبسوهم أثاروا المشاكل حولهم الدعايات السوداء ومو يوم يوميا الله سبحانه وتعالى أمهل الناس ميتين وخمسين سنة من بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله إلى سنة ميتين حينما توفي الإمام العسكري عليه السلام بالسوم 250 وخمسين سنة الله سبحانه وتعالى أمهل الناس استعدلوا كلا كلما الله سبحانه وتعالى اختار حجة خذلوا ذلك الحج ثم قضوا عليه ناس اعداء وناس خاذلون. والمؤمنون اقليه قليله. الله سبحانه وتعالى انهى المهله بعد 250 سنه في سنه 260 قدر غيبه الامام. والسبب الاساسي الاعداء الذين قتلوا الائمه عليهم الصلاه والسلام وخذلوهم وظلموهم. لذلك في زمن الغيبة غضب الله سبحانه وتعالى أشد على الأعداء. لماذا؟ لأنهم يعادون بمختلف أنواع العداء وهم أيضاً سبب الغيبة. الأعداء السابقين الذين كانوا في زمن الأئمة عليهم الصلاة والسلام كانوا يعادون بس الإمام موجود ظاهراً في زمن الغيبة. الأعداء يعادون وهم سبب غياب الإمام عليه السلام، فإن أشد ما يكون غضب الله على أعدائه إذا افتقدوا حجته ولم يظهر لهم. زي. بعد ذلك الإمام يقول الغيبة لا تبطل الحجة لأن الله سبحانه وتعالى حجته تامة بالغة. سواء في التوحيد أو في النبوة أو في الإمامة الله سبحانه وتعالى حجة تامة واحد لسوء عقله أو دينه أو إعوجاج في طريقة تفكيره يصير ملحد هاي المشكلة فيه وليست المشكلة في أن الله سبحانه وتعالى لم ينصب أدلة التوحيد لا أدلة التوحيد تامة كاملة بالغة الله سبحانه وتعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وآله هسه واحد لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وآله الخلل في ذاك الذي لم يؤمن وإلا الحجة تامة وكذلك في زمن الغيبة الأدلة تامة إذا واحد لعوجاج في سليقة في طريقة التفكير لانحراف نفسي وعقدي ما يعتقد بالامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ولا بوجود هذا المشكله فيه وليست المشكله في عدم بلوغ وتماميه الحجه اذا الغيبه كانت تصير سبب في عدم بلوغ الحجه الله ما كان يقدرها لان الله يريد ان تكون حجته بالغه ان تكون حجته بالغه أن تكون حجته بالغة، وقد علم أن أولياءه لا يرتابون، ولو علم أنهم يرتابون ما غيب حجته عنهم طرفة عين، لو الغيبة كانت تسبب في عدم بلوغ الحجة، بحيث أن الأدلة تكون ناقصة، الأدلة لا تفي بإثبات المطلب للمؤمنين، الله سبحانه وتعالى ما كان يغيب حجته عنهم طرفة عين، ولا يكون ذلك الا على رأس شرار الناس، يعني في زمان الغيبة الناس غير المؤمنين، هؤلاء شرار الناس، يعني أسوأ الناس، الظالمون الذين هم في زمن الغيبة أسوأ من الظالمين الذين كانوا في زمن الائمه عليهم الصلاه والسلام، يعني هذه الحاله العامه. لانهم ظالمون وسبب لحجب الناس عن ظهور الامام، يعني زادوا على الظالمين السابقين. يعني احنا الان نشوف اكو الظلمه اقسام. حاكم دكتاتور ظالم حاكم دكتاتور اخر اظلم. وما ظالم إلا سيبلى بأظلم تشوف حاكم دكتاتور هو دكتاتور لكن يراعي الشعب اقتصاديا من جهة الحقوق لا يقتل لا يسجن كثيرا هذا دكتاتور وتشوف شوف دكتاتور آخر يبطش يقتل بالملايين يصادر الأموال يفقر الناس هذا هم ظالم لكن ظالم أشد من ظالم آخر الظلمه الذين كانوا في زمن الائمه ظالمون يرتكبون مختلف انواع الظلم، لكن الامام حاضر لم يكون سببا لحجب الامام عن الناس في زمن الامام الصادق المنصور العباسي ارتكب مختلف انواع الظلم، لكن الامام الصادق موجود بين الناس اما الان الظلمه يرتكبون نفس المظالم التي ارتكبها اسلافهم في زمن الائمه ويضاف الى ذلك انه سبب عن حجب الناس عن الوصول الى الامام عليه الصلاه والسلام لذا هؤلاء الظلمه اشر الظلمه والمؤمنون في هذا العصر يعني عصر الغيبه اذا آمنوا وعملوا صالحا هم أفضل من المؤمنين في زمن الحضور، هذه الحالة العامة يمكن فيها استثناءات، لكن الحالة العامة المؤمن في زمن الغيبة الذي يحافظ على دينه أفضل من المؤمن الذي كان في زمن الإمام الصادق، لأن ذاك يشوف الإمام يقدر يلتقي به، يقدر يسمع كلامه، هذا لم يرى الإمام ولم يسمع كلامه وعقيد ثابته ايمان ثابت فلذلك هذا افضل من ذاك بشكل عام نسال الله سبحانه وتعالى ان يزيدنا ايمانا ومعرفه أن هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين